حملة ترامب تحاول اللعب بعامل الوقت لحين حسم أمر ترشيح هاريس رسميا لتحويل الأضواء لنقاط ضعفها واستعادة الزخم، بداية من تكثيف ترامب هجماته اللفظية على هاريس، حيث وصفها بأنها ليبرالية متطرفة تتعامل بلين مع الجريمة والهجرة. كما اشتكى الرئيس السابق من الاهتمام الإعلامي بهاريس قائلا أن منافسته يتم تصويرها مثل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، فيما وجه ترامب أصابع الاتهام للديمقراطيين بتنظيم انقلاب لإزالة بايدن وفرض ترشيح هاريس كمرشحة الأمر الواقع. على الجانب الآخر، كثرة ظهور ترامب ستوفر مادة خصبة لمعارضيه الذين قد يستغلون أي هفة بتصريحاته. في المقابل، شهر العسل الذي تعيشه هاريس كما يصفه الجمهوريون لن يستمر، حيث سيعيد الناخبون التركيز على ما قدمته خلال مسيرتها السياسية.